السلام عليكم ورحمه الله. كما عودتكم دائما اخواني غادي نديروا واحد الجوله هنايا ونرجعوا للموضوع ديالنا. حركه شدير بعض المقترحات من العبد الضعيف. بقاو معايا. تلاقيت مع واحد الانسان هنايا في جينوفا هنايا في الاكسبو. تلاقيت معاه قضى 14 سنه داك الكويت في الكويت. 14 سنه في الكويت السعوديه يتمرر وسعودي هوست والسعوديه كذلك حج. في الحج انت حجيت انت حج هادي عز. برافو برافو. كان راه سيدي 14 عام كطور داك الشاني 14 عام 14 في الكويت وبعدين جيت ال بعدين الكويت وبنغلاديش في ايطاليا. كويت بنغلاديش ايطاليا بريزو فيستو سي سي فيز اخذ التاشيره سي تتكلم العربيه الاوردينال. السلام عليكم اخويا. كما قلت لكم نوصي بنادم اللي حارق اللي جا حنا تنهضر على انسان اللي جا حارق حنايا جلب طاليان حارق ما عنده لا عائله لا حتى شي واحد طاح في واحد المدينه ما تعرف حتى شي واحد. عوض اخويا غادي تقد الدور
من القنت للقنت او غادي تلاقى ماشي رفاقه ديال السوق اللي غادي توصلك شي مشاكل اللي لا تحمد عقباها. من الاحسن تلتجئ اخويا الكاريتاس، تلتجئ الكاريتاس لانه مؤسسات تاديو وتقوموا باعمال اجتماعيه، غادي يصيفطوك مثلا في غادي تاكل ما يمشيش بنادم يسرق باش ياكل مثلا، غادي يصيفطوك في غادي تنعس عوض الانسان غادي يبقى يدور في الصناقي وفي الترانات والله يستر، ولا الخرب ويولي تما غادي الخرب ويولي ميت ولا يولي محروق ولا لان شفناه هنا في هاد الطاليات شفنا بزاف ديال الحوادث، بزاف ديال الناس اللي ساكنين وقعوا لهم حوادث وراحوا ضحيه ديال الخرب وديال مشاو كاع للحبس لانهم ناعسين في خربه ما عارفينش اش فيها، ما عارفينش اش واقع فيها. المهم اللي نوصي خويا الانسان المغربي هنا ما يمشيش يبقى يدور في الصناقي ولا يبقى يدور في الترانات ولا يبقى يدور في، يلتجئ لهذ الكاريطاس هادو راه غادي يصيفطوك في غادي تاكل، غادي يصيفطوك في تقرا الا بغيتي تقرا، الا بغيتي تتعلم تقرا فابور كاينين الناس معلمين يعاونوك ويقدروا يوجدوك شي خدمه مثلا في النوار مثلا كما تنقولوا، قدروا ممكن شي اعمال بسيطه يعني باش ما يحسوكش بانهم راه تيصدقوا عليك، راك تقوم بشي عمل مثلا بالنظافه ولا شي حاجه بحال المسائل هذه. يعني داك الطعام ديالك اللي تاكل راك تكسبو على عرق الجبين ديالك ما تصدقوش عليك مثلا، تبغي يحسوك بهذه المسائل هذه. ايوا اخويا غادي تقد الدور وتجيب شي مشكل، غادي تجيب شي مشكل اللي غادي ندم عليه حياتك كامله. انا راه تنهضر معاك بتجربه شخصيه عشا فهمتيني. حاول ما توسخش مع المخزن، حاول ما رفقه ديال السوق ولا بنادم هذوك اللي الشرابات تم غادي البربوني تولي بربوني والشرابات حتى ديال الطريق كلها غادي توصلك للتهلكه. انا راه تنهضر معاك بتجربه خويا شخصيه، تنهضر معاك فيها شفنا بزاف ديال الحالات بعد من جميع الرفقاء ديال السوق، بعد منهم بعد من بنادم اللي ما باغي لا يخدم ما باغي يدير حتى شي حاجه. هنايا مثلا تنهضر على جينوفا راه كاينين كاين كيما مثلا الاسواق يمشي بنادم يبيع ويشري فيها مثلا، المهم تعاون بها ماشي شي حاجه بزاف، ولكن الانسان تعاون بها راسو باش يعيش وباش يبقى غادي افانتي فين ما بين ما تحل شي قانون، يتحل القانون يلقاك نقي ما عندك مشاكل ما يلقى عندك حتى شي حاجه ديال الوسخ، غادي تسال عليك القضيه ما تبقاش مشاكل في الاوراق ديالك ما تبقى لا مشاكل لا والو. لانه الا مشيتي توقع لك شي مشكل، مشيتي درتي شي مشكل بسيط مع المخزن راه غادي ندموك في حياتك كلها غادي ندموك، غتلقى المشاكل وغتلقى العكوسات في الاوراق، غتلقى بزاف ديال الحوايج اللي خايب. لذلك تنوصيك باش تبعد من اي بلاصه حاجه اللي غادي توصلك شي مسائل خايبه. انا تنهضر على الناس اللي طايحين هنا مثلا تنهضر على المدينه انا في شينوفا دابا حاليا، ما عنده حتى شي واحد لا حنين لا رحيم، واي واحد شاف هذا الفيديو يتصل بيا مساعدات ما كاين حتى شي مشكل، ما تعرفش يهضر مثلا ما تعرفش اللغه الايطاليه نمشي معاه ما كاين حتى شي مشكل في سبيل الله، لان خصنا نكونوا حنا مغاربه وحنا مسلمين خصنا نعاونوا بعضياتنا نوقفوا مع بعضياتنا، لان هادشي وبصراحه والله العظيم هادشي محزن اللي تنشوف انا هنايا فهاد الغربه هادشي اللي شفت، ما تنعاونوش بعضياتنا ما عرفتش علاش حنا المغاربه هكا ما تنبغوش نعاونوا بعضياتنا ما فهمتش علاش. بالعكس ما تنهضرش انا ما تهضرش بصفه عامه، كاينين الناس مزيانين، باقي الخير الحمد لله في الدنيا هذه، ولكن راه الاغلبيه يا خويا راه المشاكل تتلقى معهم المشاكل وربما هم يقلبوا لك على المشاكل، بنادم حاضيك وبنادم تدير تتخاف من بود بلادك صار ما انك خايف المخزن، واخا انسان ما تيدير حتى شي حاجه ولكن راه خويا تيرا ما عرفتش الغالب الله يستر وصافي. هادشي اخويا تنوصي به اي واحد، تنوصيك انك يا اخي ما تمشيش رفقات السوق، ما تمشيش الشرابات، لا باغي الحلال، انا تنهضر مع الناس اللي باغيين الحلال، باغيين يسترزقوا وباغيين يعاونوا والديهم بالحلال، اما الحرام هذوك صحاب الحرام ما تهضرش عليهم والله يعفو علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين. هادشي اللي كاين اخويا، وانا راه الباب ديالي مفتوح لاي واحد شاف هذا الفيديو سيرتو في جينوفا، انا دابا في جينوفا اي الباب ديالي مفتوح، يتصل بيا نمشي مع خويا ما كاين حتى شي مشكل، داكشي اللي نقدر عليه راني نديرو مع الانسان ما كاين حتى شي مشكل، ونتمنى لكم حظ سعيد. انا علاش نقول هاد الهضره هادي يعني راه يقدر يتحل القانون، انسان يصبر انا عارف راه ماشي سهله بنادم حارق لا وراق لا جوج ما خدام ما والو، راه ماشي سهله صعيبه، اللي تنهضر من التجربه ديالي انايا راه صعيبه بزاف، بنادم ما عارف يهضر نمشي ندير نفعل كذا، راه من عجل الحقيقه راه حاجه اخرى، من عجل الواقع حقيقه اخرى وصعيبه ماشي سهله.
لذلك اخويا الانسان يحاول ما امكن انه يبقى نقي، ما يديرش مشاكل مع المخزن، ما يدير حتى شي حاجه اللي خايبه، اللي غادي الدوله بتغدى تحل واحد القانون يلقى راسه مسخ. ايوا عاولي في المشاكل وفي المحاكم وفي المحامين والفلوس ومالنا على هادشي. لذلك اخويا حاول انك تلتجئ مثلا الكاريطاس، راه كاينين جمعيات انسانيه تقوموا بهاد الاعمال الخيريه هادي، يعاونوك تدخل تقرا، تدخل تقرا، باغي تستقر في هاد البلاد هادي تدخل تقرا، كاين مدارس تقراك فابور فابور، يعطيك كتب يعطيك كلشي، عندك ما عندكش اوراق راه يصيبوا لكم الاوراق لاكارت ديال مثلا هيا حلايا هنا دابا المكتبه هادي راه كاينه في المكتبه هنايا، تدخل تقرا، تدخل مثلا وقت الفراغ ديالك عوض عن الدور في الصناقي تجي تدخل مثلا هنايا كاين افلام كاين كتب تضيع فيها وقتك، يعني باش حاجه اللي بالفائده ترجع لك بالفائده وتعرف على ناس ناس اخرين تاهما بحالك كي غادي يفيدك، غايوريك مثلا فين غادي تمشي فين غادي تجي. لذلك حاول ما امكن اخويا اللي حارق، حاول ما امكن انك ما توثق، اول حاجه اللي تركز عليها هي انك ما توثقش مع المخزن، حاول ما انك ما توثقش مع المخزن، ما توصلش المخزن، ما تحاولش ان المخزن كاع يوصل لك ويدير معك بحث ولا يقول لك منين جاي ولا فين غادي ولا، حاول تبعد على الجماعات، حاول تبعد على الجماعات ودوك الترياح ديال والو ديال الشرابات وهادشي، الله يعفو علينا وعليهم المساكن كاع اللي فيه شبل الله يعفو عليه. بعد من هاد الحوايج هادو وراه ان شاء الله الانسان صبر راه غادي يوصل. في الاخير تنتمنى منكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه ديالي ودعموني باش ديما نبقى معكم ونحاول نقلب على الجديد، واتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.